أصوات 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 الحروف إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول لنشوف أصوات 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 الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. أهلاً. اليوم لدينا ثلاث كلمات مختلفة لنحزرها لنصل للمفاجأة في النهاية. ومن أجل ذلك فلنرحب أولاً بالمشاركين جاد وبسمة. جاد دورك بالأول. جوجو من فضلك حركي لنا عجلة الألعاب. أها لعبة احزر اللغز. سوف أعطيك يا جاد دليلاً كي يساعدك في تخمين الكلمة المناسبة. تمام. هو شكل هندسي ليس له زوايا. ها؟ شكل ما له زوايا؟ هذا مثلث. مثلث له زوايا. ها؟ حجرب الدائرة. شوفي بسمة الدائرة ما إلها زوايا. عن جد يا ممتاز. عارف عارف الجواب هو دائرة. إجابة صحيحة. دائرة دائرة دا دائرة دا دا دا. بسمة مستعد للكلمة الثانية؟ طبعاً جاهزة. تاز جوجو من فضلك حركي لنا عجلة الألعاب. لعبة احزر الرسم. بسمة انتقلي إلى زاوية اللوح السحري لو سمحتي. حاضر. يلا بسمة. شو هاي؟ أنا بعرفها. ثعبان؟ لا لا صح، هاي كتير صغيرة. هاي دودة؟ إجابة صحيحة. دودة دودة دو دودة دو دو دو. وهلأ اللعبة النهائية. جوجو من فضلك حركي لنا عجلة الألعاب. يلا يلا. ها إنها لعبة الأدلة الثلاثة. في هذه اللعبة سأعطيكما ثلاثة أدلة وستساعدكما في تخمين الكلمة. الدليل الأول هو طائر. الدليل الثاني يصيح كل يوم في الصباح الباكر. والدليل الثالث أن له ريشا جميلا كريش جوجو. بعمل هذا الصوت؟ إنه الصوت الصحيح. بسمة بعرف شو الطير يلي بيصيح بهي الطريقة. هو ديك. إجابة صحيحة. ديك ديك دي ديك دي دي دي. والآن هل أنتما مستعدان لفتح الأقفال والحصول على المفاجأة؟ طبعاً مستعدين. حسناً علينا أن نلفظ معاً الكلمات الثلاثة التي تعلمناها اليوم. دا دائرة دو دودة دي ديك دا دو دي. والآن إلى المفاجأة. هذه دا دو دي دائرة كبيرة دودة طويلة وديك يصيح في الصباح كوكو كوكو كو دا دو دي أصوات الحروف. شكرا.
شكرا شكرا يا هادي، مبروك للكل وبنشوفكن المرة الجاية.